هذا كان في عميد أوي السفيان مدير إقامات الدولة. هذا العميد أيضا هذا واحد من كبار المجرمين. دعك تسمعوا بعض ما جاء في الوثائق. هذا كان في 13 جانفي 2022. هذا الكلام العميد أوي السفيان مدير إقامات الدولة الرسمية برئاسة الجمهورية، إقامات رسمية في وهران، عنابة، قسنطينة، بسكرة، ورقلة، والأساسية في العاصمة مثلا إقامة إدلس في طريق مالكي في بن عكنون، مكان إقامة كذبون حاليا. تتكون إقامة إدلس من 4 فيلات مجمعة بناها الصينيون، بالضبط شركة CUSCUC، وافتتحت رسميا في مارس 2020. وكان من المفترض سابقا أن يسكنها الفيلا 1 بوتفليقة عبد العزيز، والفيلا 2 السعيد بوتفليقة، والفيلا 3 ناصر بوتفليقة، والفيلا 4 تكون للاستقبال، يعني لآل بوتفليقة جميعا يعني بلات. إقامات زيرالدا وسيدي فرج وبالم بيتش عندها ميزانية ضخمة للصيانة والبناء. العميد مختار عباس من ولاية البويرة سور الغزلان، نفس مسقط عويس، رأس عويس. وعند تعيين عويس مقر إقامات الدولة، عويس هذا حدثتكم عنه في وقتها، والحقيقة نفتح قوس على السريع، وهو أن عويس هذا تقرب جدا من أولاد القايد صالح، وكان يقوم لما كان في الإنشاءات، أعتقد أنه كان مدير الإنشاءات في الناحية الشرقية، كان يقوم ببناء فيلات، ببناء عمارات، ببناء مساكن يبيعوها أولاد القايد صالح آخرين، لكن يقوم السلعة الماتيريال لماسون لكواميو كل شيء من عند الجيش. هكذا تقرب عويس من أولاد القايد صالح، وبالفعل يأخذهم أدوار هائلة، ويصبح هو المسؤول على، إذا ذكرت جيدة، على الإنشاءات. لما بوعزة وسيني انتقل إلى المخابرات، من قبله كان بوعزة وسيني هو في الإنشاءات، إنشاءات مهمة، إدارة مهمة جدا، العمل، بناء، كل شيء مر عليها، DNC وغيرها كما كانت تسمى. أولاد القايد صالح لعبوا دور كبير في إيصال عويس، والحقيقة أننا نكتشف أن الآن أيضا عنده علاقة مع تبون. خلينا نشوف وش كاين. إذا يقول العميد مختار عباس من ولاية البويرة سور الغزلان، نفس مسقط عويس. وعند تعيين عويس مدير إقامات الدولة، عندما جاء تبون وشنقريحة، قام شنقريحة بفتح، عندما جاء تبون قام شنقريحة بفتح تحقيق حول الثغرات المالية التي تقدر ب 460 مليار سنتيم في مؤسسة البناء بباب علي، وهدفه الإطاحة بعويس وإدخاله سجن البوليدة. لكن عويس تدخل عند كذبون، يقصد تبون، قام سميه هنا مسميه كذبون في كل هذه الوثائق. تدخل عند كذبون وفرض تعيين صديقه العقيد مختار عباس، الذي كان يشغل رئيس قسم المنشآت بقيادة القوات الجوية آنذاك. الهدف من تعيين مختار عباس هو مواصلة نهب هذا الفيديو، راه موجود لمن يريد ان يتابعه. هذا كان في 13، ونظن عاد نشره المساعد الفاضل، عاد نشره امس. في هذا الفيديو طبعا انا نقول هنا شهادة بنويرة اللي كان هو السكرتير الخاص للقايد صالح. الحقيقة بنويرة كان هو القايد صالح، يعني القايد صالح كان عندنا مثل في الجزائر يقول لك خضرة فوق طعام ولا خضرة فوق عشاء. اللي حقيقة كان شاد الحكم خاصة بعد الإطاحة بسعيد بوتفليقة، أيام بوتفليقة اللي كان شاد السلطة تاع الرئاسة هو السعيد، والسلطة تاع الجيش هو بنويرة. بنويرة هو اللي يقول للقائد واش يدير. القائد يحب الغزال، يحب الشعر، يحب الرقص، سيرتو هذوك تاع القدم، تاع هذاك واحد الرقص هكذا، واحد الأشعار قديمة إلى آخره، يحب هذاك الأصناف. إلى درجة أنه مرة قالوا لي أنه واحد هكذا من المتسلقين في بشار ألقى قصيدة شعر يعني لا تصلح نهائيا، المهم فيها وأنت القائد وأنت الصالح وأنت، يمدح فيها قايد صالح مباشرة من بعد ترقية، وقالوا واش تطلب واش تحوس إلى آخره. فكان يحب المديح كثير قايد صالح، ولأنه وصل إلى سن معين مع مستوى تعليمي تافه تماما، سنة رابعة ابتدائي وخامسة، فكان يحب يعيش،
بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني بالحلال وبالحرام، بالمناسبة يعني. وكان وأنا ألقى ربي بهذا بما أقول، يعني عشان يعرف أن هذه شهادات وأنا أحاسب عليها يعني. وكان إلى درجة أنه مثلا اللي كانوا يقدموا لهم الماكل، أنا كتبوا لي بعضهم يعني، قالوا لي ما يخليناش ناكله حتى من وراه، يطفي الدخان في الغزال، الغزال يطفي فيه الدخان، اللحم يطفي فيه الدخان، يعني من شدة حتى هذوك الجنود المساكين ما طبعا هما كانوا ينحوا الدخان وينحوا أي شيء مرمي فيها أو وياكلوا مساكن يعني. بالعكس بالنسبة لهم كان كيجي القايد صالح يعتبر العيد، لأن الكثيرين منهم لا يأكلون اللحم، لأن المطابخ نتاع الجيش تنهب، وكل إلا من رحم ربه، كل قادة هذه ليزينيتي الوحدات ينهبون. تلقى كاينه ناجيدون شاف، هذه انا نتذكرها من اللي كنت نأدي في الخدمه العسكريه، يعني كنت ارى بعيني، طبعا كان كي يشوفني يقول لك لا وهذه راهي ممكن مش علاش، لان انا كنت ضابط وكنت نخدم في سكرتاريه تاع القياده، فيخافوا يعني. لكن كنت نشوف بعيني احيانا كيفاش لاجيدون شيف تاع لا كويزين يجو ضباط من كوموندون ويطلع يعمر لهم لامال، ومن بعد الجنود ومساكين، هذه قبل فتره فما بالك الان. فباش نعاودو نرجعو، اذا هذا عويز كان تقرب كثير من ولاد القايد صالح، وباش يطلع بسرعه تقرب هو بوعزة وسيني. بالمناسبه بوعزة وسيني كان هو الشيف، كان هو على المستوى الوطني مدير الانشاءات، اما عويز هذا فكان على مستوى الناحيه الخامسه، وفي الناحية الخامسة كان يقدم خدمات هائلة لبن علي بن علي، لأن يعني بن علي قائد الفريق الأول واللي راهو قائد قائد الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي، كان هو قائد الناحية الخامسة حتى سنة 2015. فعويس أي ضابط كبير، أي جنرال من جنات الكبار، خاصة قايد صالح وولاده وبن علي، يقدم لهم وش يطلبوا، يبني لهم الفيلات، يبني اللي ينسابهم ولا لصحابهم، يبعث لهم يصلح لهم الديار، يبعث لهم الجنود، يبعث لهم لي ماسون تاع العسكر، يبعث لهم اي شيء. ولاد القايد صالح بنوا عمارات، المال الاكبر منها، الجزء الاكبر تاع الماتيريال من الجيش. من بين الاشكالات انه مره دا الى شيك فيه 300 مليار سنتيم، داه الى تاج خالد اللي هو كان مسؤول الماليه، وقال له للجنرال تاج خالد، قال له توقع عليه. جنرال تاج خالد قال له ما نقدرش نوقع عليه، لازم نشوف الفاتورات، اعطيني وقت. قال له هذا ولاد القايد صالح، قال له انا القانون يقول لي نطبق القانون على ولاد القايد صالح وعلى غيره، لازم تعطيني وقت باش نشوف ونراقب والى اخره تاع الفاتورات. فرجع قال لولاد قايد صالح، قال لهم مش حاب يسني لكم، طبعا اتصلوا بباباهم قالوا لهم راه، قالوا له راه تاج خالد يكسرنا في العمل تاعنا، وحنا رانا حنا لي فورنيسور تاع الثكنات، وهو راه يحب ينحينا الى اخره. القايد صالح مباشره اصدر امر بالتوقيف، يدخلوا في الاول للسجن تاع العسكر، ومن بعد مروا للتيام تريبينال ميليتار، يعني دايروا في الاول هذيك 15 يوم ولا 20 يوم ولا كم من يوم داخل الحبس، ومن بعد مروا لتريبين ميليتار وحكموا عليه ودخلوا للسجن، لأنه رفض أن يخترق القانون، قال لهم أنا لازمني القانون. ظل تاج خالد في السجن إلى غاية اغتيال القايد صالح، بعدها حاكموه قبل سنتين تقريبا، وداروا له هكذا حكم خفيف، وخرجوه، والان رجعوه وراهو في منصب عالي جدا، راه في منصب اعتقد عطاولو الانشاءات هذه بالذات اللي كان فيها ابو عزه وسيني، وكان فيها ابو عزه سفيان عويس. فاليوم تاج خالد راه، وانا طبعا يوم هدفعت عليه كثير تاج خالد، لاني عرفته كان مظلوم، وقلتها يومها، قلت كثير للناس، قلت لهم لما يكون جنرال مظلوم سندافع عنه، باش الناس يعرفوا اننا احنا لسنا ضد الجنرالات، نحن ضد الظالمين من الجنرالات.
ولسنا ضد الوزراء، نحن ضد المفسدين والفاسدين من الوزراء والولاة والقضاة. إذا نحن لسنا ضدك لأن عندك هذه الوظيفة عسكرية أو مدنية، لكننا ضدك بما أنك مفسد وظالم وناهب. هاول اللي الناس تفهمها يعني. عموما قبل حوالي شهرين طبعا كان المفروض كما قال بنويرة هنا في الشهادة تاعه، كان بعد اغتيال قايد صالح، واللي أنا على يقين أنه شنقريحة شارك في اغتياله وأكيد هو اللي أمر باغتياله، بعدها مباشرة أراد أن يلقي القبض على أولاد القايد صالح وعلى سفيان عويس. لكن سفيان عويس راح لتبون، قال له سي تبون أنت راك عارف سفيان عويس كانت عنده علاقة مع تبون لما كان تبون أيضا وزير السكن في تلك الفترة، فكلاهما في قطاع البناء والسكن، فكانت كاينة علاقة. ضف إلى ذلك أن علاقات تبون ببن علي بن علي قوية، وبن علي بن علي أيضا دخل عن تبون لصالح سفيان عويس، فتبون طلب من شنقريحة أن ما يمسش سفيان عويس. سفيان عويس راهو يدير في خدمته، قال له خليه مرة أخرى، فوقف شنقريحة المتابعة، مع أنهم كانت عندهم ملفات واضحة، لكن بقى شنقريحة دائما يحوس يوصل له يعني، إلى أن وصل له قبل فترة. شوفوا المعلومة كانت متواجدة، وش لقاو 300 مليار في فيلا من الفيلات نتاعو، لكن اللي عطيها الخوه أو الواحد ما مسميها على شخص واحد آخر. وين عرفنا احنا هذه المعلومة؟ احنا عرفناها في 2022، برك تسمعوها هنا. أكبر لمؤسسة البناء في الجزائر، وهي أكبر مؤسسة حتى من كوسيدار، وهي مؤسسة أكبر من حتى من كوسيدار مثلا، عندها مصنع إنتاج البناء البناءات الجاهزة، وتكلفته 280 مليون دولار، 280 مليون دولار، وفرع لتعبيد الطرقات بين الوحدات في الصحراء قيمته 140 مليون دولار. أرقام خيالية وغير مفضوحة، لا يعرف عنها الجزائريين شيء. الهدف الآخر لتعيين صديقه في مكانه، وهو لما عينوه عويز، هذا لما عينوه مدير لإقامة الدولة بدل ملزي اللي في السجن الآن، الهدف الآخر هو التسطر على الثغرة المالية الكبيرة وتقسيمها على جميع مشاريع OCC عبر الوطن لتصفية الموضوع، وهذا مقابل ترقية مختار عباس إلى رتبة عميد في 5 جويلية، وترقيته إلى مدير مركزي للمنشآت مستقبلا مكان العميد سعودي. هذا الكلام كان في جويلية 2020 كما قلت لكم، ربما يكون تم هذا الموضوع، سنتأكد منه. وعند تعيينه مديرا مركزيا بوزارة الدفاع، يصبح عويز وكذبون يسيطرون على قطاع المنشآت في الجيش، ميزانيته 3 مليار دولار في سنة 2020، الذي هو الآن تحت سيطرة شنقريحة حتى العام القادم، وهو يحاول إبرام أكبر عدد من الصفقات، منها مستشفى البوليدة وقسنطينة وطمنغاص ووهران، وهذه مستشفيات متخصصة في أمراض السرطان، وهي صفقات كبيرة، كل مستشفى حوالي 3500 مليار سنتيم، لأن تجهيزاته باهظة الثمن. التسريع لإبرام نزل طمنغاص والبوليدة وعنابة وسطيف. العميد عويز يستعمل أخوه العقيد السابق في الدرك، قائد المجموعة الإقليمية لسطيف حسين عويز. العقيد حسين عويس تربطه علاقات كبيرة مع رجال أعمال سطيف، ومرتشي كبير مختص في تحويل الأموال للخارج عبر شبكة العلمة بسطيف للعملة الصعبة. بعد إجراء الصفقات الجديدة سيصبح حسين عويس هو المتنقل بين العواصم لقبض العمولات وتبييضها مع شخصين آخرين قريبين من كذبون، سأذكرهم لك لاحقا. هذا جزء من حلقة لمسلسل اسمه الجزائر الجديدة، حيث أن هناك متابعتين قضائيتين ضد سفيان عويز، الأولى في قسنطينة حركها شنقريحة، والثانية في البوليدة بتهم سوء التفسير وتعارض المصالح، استعمال المزور، تضخيم الفواتير، مخالفة قانون منح الصفقات، منح مزية غير مستحقة، السرقة الموصوفة. لكن تدخل كذبون عند شنقريحة، تبون عند شنقريحة وعندها، وبذلك قام شنقريحة بأمر مدير القضاء العسكري العميد بوغرة بحفظ الملفين في الأدراج.
العميد مختار عباس قدم هذا الشهر بمناسبة ترقيته لعميد 2 مليون أورو نقدا بأوراق 500 أورو لعويس سفيان، وقام عويس سفيان بتخزينها عند أخوه حسين، يعني تفاصيل دقيقة هنا، عند أخوه حسين بحفرة في فناء فيلته في شراقة بالدليل، في فناء فيلته في شراقة بالدليل، حيث قام مختار عباس يوم 2 جويلية بالاتصال بثمان مقاولين متعاقدين معه من في الاي سي سي باب علي، وطلب منهم مساعدته لجمع المال، وبالفعل قدم له 250 ألف أورو، ثمان بارونات منهم كل واحد 250 ألف أورو لجمع المليوني يورو مقابل الترقية، لأنه لا يكتسب مؤهلات الرتبة مثل الأقدمية، الكفاءة، تربص القيادة والأركان وتتربص المدرسة الحربية وغيرها. رغم عودة عشرات الضباط بعد التقاعد الخدمة مثل العميد يحيى علي والحاج الذي أحيل على التقاعد. هنا يدخل بعدين في علي يحيى والحاج إلى آخره. هذه كانت شهادة بنويرة، الذي لم أكن أعرف أنه بنويرة، كان في جويلية 2020، لكن أنا طبعا لما عاود أرسل لنا شهادات في جانفي 2022 وعرفت فيما بعد أن هذه الشهادة نتاع جويلية 2020 اللي كان يراسلني هو بنويرة، عاود رجعت لكل الشهادات. اللي يريد أن يستزيد منها سيجد كل هذا الكلام في حوالي 10 فيديوهات من بداية جانفي 2022 ممكن حتى نهاية فبراير 2022، يلقى فيها كل، ونشوف مع الأخ المساعد أن يديرهم في بلاي ليست باش يخرجوا لكم جميعا لمن يريد أن يعرف التفاصيل، كل التفاصيل. إذن في النهاية الآن هذا سفيان عويز هرب في بوطي، الأخبار تقول أنه هرب في اتجاه إسبانيا، لكن أنا شخصيا صراحة لست متأكد، لكن أعرف أنه هرب في بوطي، هرب هو وأخوه حسين عويز. ومتى هرب؟ هرب لأنه قبل شهرين بعد ما ركين معركة، وهو أنه شنقريحة قال تبون خلاص هذا سفيان عويز لما أطاحوا به قبل أشهر كان هو المدير المركزي أو المدير العام لإقامات الدولة، وكما قلت في البداية إقامات الدولة هذه اللي يكون هو المسؤول عليها هذا واحد من أهم المناصب في البلاد، يعني كان كثير من الوزراء ما يسووش هذا المنصب، ولذلك لما كان عبد الحميد ملزي شاد الإقامات أصبح مليونير بمئات الملايين من الدولارات يعني، وما زال هم بالمناسبة مرجعوا له كلش ملزي يعني. فكان أعطاه حصانة كبيرة تبون، لأن شنقريحة كان يريد أن يسجنه في مباشرة بعد اغتيال القائد صالح، بعد موت القائد صالح، فأعطاه حصانة وأعطاله إقامات الدولة. ولكن لما اشتدت المعركة في هذا الصيف، بداية الصيف، وأصبح فيه تنافس حقيقي والمعركة رايحة وتكبر بالمناسبة، المخابرات جابوا الملف كامل شنقريحة، قالوا له راهي أموال ضخمة وأكثر مما كنا نتوقع، ورانا واجدين حتى الكاش وراه دايره، وراحوا جبدوا 300 مليار كاش، سنتيم 300 مليار كاش، خلاف العملة الصعبة، خلاف الذهب، خلاف إلى آخره، هذه اللي لقاها في الفيلا اللي ذكرها هنا بنويرة، أو فيلا أخرى ربما، لأن بنويرة يتحدث على 2 مليون أورو في الفيلا الفلانية. بنويرة يومها كان الكلام هذا في جويلية 2020، وهو كان في المنصب حتى في فبراير، حتى نهاية جانفي، بداية فبراير 2020. ومن بعدها هرب كما نعرف إلى تركيا، تركيا اللي سلمته في نهاية جويلية 2020. إذن هذا هرب بالبوطي باش أعطيك فكرة على وراه واصل حال البلاد، جنرالات يهربوا في البوطي، يعني هذه كنا عارفين كاين جنرالات في السجون، كاين جنرالات في التشريد، كاين جنرالات في القبور، كاين جنرالات في المناصب لكن مرعوبين، كاين جنرالات في التقاعد لكن مرعوبين،
عارفين كل هذا، لكن جنرال سويبوطي هذه جديدة صراحة، هذه جديدة. يعني عارفين ضباط صف، قبل قليل فقط تتواصل معايا أحد ضباط الصف اللي هرب في بوطي مثلا، وقال لي مستعد ونتكلم وإلى آخره إلى آخره. بالك نشوفه إذا كان لازم يظهر، رح يظهر معايا يعني. أو يظهر هو في حديث وحده يديره أو سنرى. إذن احنا موالفين، صف الضباط، ضباط الشرطة، ضباط الدرك، ضباط المخابرات، هذو قاعد موالفين عليهم يهربوا في البوطيات. لكن جنرالات، وجنرالات دي زارشي ملياردير وبالعملة الوطنية والعملة الأجنبية، هذه جديدة. لأن الأوضاع راهي تسوء، والصراع راهي يكبر، والخصومات راهي تزيد، والتفقير راهي يزيد إلى آخره.